5 قتلى هي محصلة اعتداء 3 مسلحين ملثمين على أحد مجالس العزاء العشورائية في محافظة الأحساء شرقي المملكة العربية السعودية. هذا الاعتداء دفع الشرطة إلى إغلاق محيط موقع الهجوم، كما أعلنت السلطات عن توقيف 6 أشخاص على علاقة به. وخوفا من هكذا حوادث أمنية، أحيت مدينة كربلاء حيث مرقد الإمام الحسين ذكرى عاشوراء وسط إجراءات أمنية مشددة، فتحسبا لأي هجمات قد ينفذها تنظيم الدولة الإسلامية، نشرت السلطات العراقية عشرات الآلاف من قواتها التي وضعت في حال إنذار شديد. أما شوارع كربلاء فغصت بمئات الآلاف من المشاركين الذين قام عدد منهم بحز رؤوسهم بالسيوف والحراب. دمشق لم تكن بعيدة عن إحياء الذكرى، فشارك عدد من أهالي المدينة الشيعة في مسيرات عاشورائية جابت شوارع المدينة. مشهد التطبير تكرر في شوارع بنغلاديش التي اجتمع عدد من أهلها لإظهار حزنهم على استشهاد الإمام الحسين قبل 1400 عام. وللهند طقوسها الخاصة، فبالإضافة إلى المسيرات الحسينية والتطبير يحيي عدد من الرجال هذه الذكرى بالسير على الجمر. لبيك يا حسين لبيك. شيعة أستراليا أحيوا ذكرى عاشوراء بالمسيرات التي أكدوا في خلالها على سلمية دين الإسلام وبعده عن التطرف.